اه جت فين؟ انا عامل بالمناسبه مرونه كده مع اكرم في بدايه الفيلم، فمش عايز احرقها لان هي حاجه صغيره. تكلمنا عن سر تحمسك للتجربه. اي حاجه فيها اكرم لازم اتحمس، حتى لو رايحين ناكل لقمه سوا. تكلمنا بقى عن الكواليس بينك وبين اكرم، كانت عامله ازاي؟ الحمد لله احنا اخوات يعني وحبايب جدا، فالكواليس بينا يعني زي الحياه. انت بعد في مشاهد في الفيلم يعني توقفت بسبب الضحك بينكم؟ طبعا مؤكد عشان انت موجود. كنا لا احنا كنا بنضحك اكتر ما بنصور، بس اصل المشاهد انا واكرم بس، فحاول تتخيلها. طب الرساله بتاع الفيلم ايه؟ مش هقدر بقى اتكلم في الموضوع. لا مش الدور يعني، انا دور صغير، ما انا لو كلمت في رساله الفيلم هبقى بكبر دوري. انا مش عارفه يا عم، كبر دورك يا عم، يا عم في سيري بقى. اتكلمنا بحضر على حاجه جديده؟ احنا بنصور البيت بيتي. ايوه حاجه جديده صح؟ ايوه سليمان عيد كنت مقابلاني كام يوم، فقال لي بصوروا حاجه جديده. عم سليمان خارب الدنيا في الجزء ده، مش عايز احرق. أيوة. كان بيقول في حاجات جديده، كلمنا على الحاجات الجديده. في شخصيات جديده حدوته فيها تطور، في ضحك رهيب جدا الجزء ده. يا رب يا رب ان شاء الله يبقى على قلب الناس زي ما احنا شايفين. يا رب يا رب. طب بالنسبه لقدامك بقى، يعني احلامك ايه او طموحاتك ايه في الفن؟ في الفن؟ طب احلامك ايه؟ يعني اكيد نفسي ربنا يكرمني ويبقى عندي تنوع ويبقى اعمل ادوار مختلفه وبطلع الحاجات يعني اللي جوه الواحد يعني اللي اتمرن عليها من 300 سنه. طب رايك في بعض لسه نفسك ما شفتش حاجه دلوقتي، لسه في حاجه كتير عايز تطلعها؟ يعني التنوع في بقيه الادوار طبعا، لان انا في طالع من مسرح الجامعه، ومسرح الجامعه شهرتي جت فيه مش من الكوميديا، كانت من ادوار التراجيدي والجوائز وحاجات كده. فلما طلعت لما اشتغلت الموضوع جه كوميدي، فانا دي حاجه بتاعت ربنا الحمد لله. طب هل يطمح اوتاكا للعالميه؟ العالميه بس هي هتيجي ستيجي. شوف انا هعمل معاها ايه. حبيبي عم اوتاكا، ربنا يكرمك في رجاء ان شاء الله. حبيبي جدا، ربنا يكرمك. شكرا.